يشكل إنتاج الطاقة تحدياً بارزاً للإنسانية. بعض العلماء يقولون إن الالتحام النووي هو الحل، فهذه العملية قادرة مبدئياً على إنتاج 4 ملايين مرة أكثر طاقة بالمقارنة مع احتراق الفحم أو النفط أو الغاز الطبيعي. يلجأ الإنسان حالياً إلى عملية الانشطار النووي، فبكسر النواة الثقيلة يمكن إنتاج الطاقة والنفايات المشعة. أما الاندماج النووي فهو التفاعل الكيميائي المعاكس، ويكمن في جمع النواة الخفيفة. هذا التفاعل الذي يحدث طبيعياً في قلب النجوم يخلف نفايات أقل، إلا أن تنفيذ العملية على الأرض أمر معقد، فهي تتطلب التصادم العمد لنظيري الهيدروجين وهما الديوتيريوم والتريتيوم. وقد يتم هذا التفاعل في إطار تقنية تعرف بالحصر المغناطيسي، ويستخدم جهاز التوكاماك لتوليد حقل مغناطيسي هائل قادر على حبس بلازما حارة تصل حرارتها إلى 150 مليون درجة، أي أكثر ب10 مرات تلك الموجودة في قلب الشمس. وبهذه الحرارة يصبح الاندماج ممكناً وتتولد الطاقة. لكن أكثر العلماء تفاؤلاً يأملون بإحراز تقدم بارز بحلول العام 2050، في حين يتحدث آخرون عن 100 سنة من الأبحاث على الأقل.